عطر ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفين وكلنا في طابور، كله في أعانه وله دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. حاجات كتير لو تتشاف هنتوب ونهدى ولا نخاف، انويها ربك هيسويها، خاف منه هيديك اضعاف. صفنوا كلنا في طابور، كله بأوانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباني تراب. تعددت الأسباب في السكة من مش غلطان، وزنوبنا أشكال والوان، والكل عشمان في التوبة مهما تعددت الأسباب. قطر ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفنوا كلنا في طابور، كله بأوانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. ايه في ايه؟ انت مين؟ اركب عربيتك وشوف لك ركله في مكان تاني. انا باركن هنا كل يوم يا عم. مقفول النهارده، في صيانه. صيانه ايه؟ انت هترغي؟ اتكل على الله. بقى انا فناطك وانا طائك، وافتح لك طاقه القدر وانت تعملي معايا الدنيا. جريان يا زباش، هو انا كنت عملت ايه يعني؟ خلي الحوار في الدغري عشان الكلام يجي في العدل، لان اي حواديه معايا اخرتها سد. ونعم الشريفه ما عملت حاجه، ده انا بنت غلبانه بجري ورا لو بتعيش. الكلام ده تقوليه لاي واد كورك تسلميه، انما مش لناس. ابوس ايدك، ابوس ايدك سامح المره دي. هي المره عندي مره واحده بس، والبرهان قدامك اهو. جتة ملهاش متوى، وبيتكو خلاص بقكم تراب. يعني انت دلوقتي يا حلوة بقيتي في الطل، صلت مالت. أبوس إيدك، اعتبرني ما دسحت رجليك، سمح المرة دي عتقني. أبوس إيدك الله يخليك. ما تخافيش، أنا مش هموتك برصاصة، ولا بضربة سكينة، ولا بضربة مطوى، ولا محروقة. عارفة كل ده ليه؟ لأن انت غالية عندي قوي، إنما أنا بقى هموتك موتة على الكيف. أصل العيال اللي ورايا دول كل واحد فيهم عاوز حتة منك. يلا يا ولاد اتعشوا، حاولي لا لا اعملوا كل اللي نفسكم فيه.
عشان انا عايز اتموت بمزاج. يا باشا يا باشا يا باشا. حكومة. ايه حكومة؟ اخلع انت وهو حكومة. كانوا هنا يا باشا. هم راحوا فين؟ معرفش. والجراج ده بيبقى ضلمة كده على طول؟ عمره ما كان ضلمة. طب قدام وريني. اتفضل. تعال. يا رب استرها. استرها معانا والنبي يا رب. يا رب. ده انا تايب تايب وناوي على الاستقامه. مش عدل نبي يا رب. انا تعبت من الاختبارات بقى. كفايه اختبارات كفايه والنبي سترك سترك عشان خاطري. نبي يا رب استرها معايا. اللهم جنبنا الشيطان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته. بتكلم مين يا بيبي موطي صوتك كده؟ بسم الله من الشيطان الرجيم. والمصحف والمصحف بكلم ربنا. يا راجل يعني مش بتمسح الرسائل كالعاده يا بيبي؟ رسائلي رسائلي ده الدعاء ده هو. انا كنت بقرا الدعاء بتاعنا عشان ربنا يكرمنا مع بعض ويصرف عنا الشيطان. طب تعالى يا اخويا نصرفه مع بعض الجو. تعالى. برضه مش مصدقيني. لا حول ولا قوة الا بالله. اشمعنى زمان كانوا بيصدقوني؟ مع ان كان كل كلامي كذب. استرها معانا يا رب. استرها معانا. حواشي تضحك عليا بقى ايه كلام؟ انا خلاص زهقت بقى يا عمر. والله العظيم والله العظيم كنت واقف بقول الدعاء اللي هو الدعاء بتاعنا. بطل الكذب بقى يا عمر ارجوك. انا سامعاك في وداني وانت بتتكلم واول ما شفتني قفلت التليفون على طول. فين ده؟ فين ده؟ ادي التليفون ادي التليفون. بصي شوفي في رساله في مكالمه. امسكي بصي بنفسك. لا والله هتمسحها كالعاده. ما انت بتمسح المسجات والتليفونات كلها كل يوم. يا حبيبتي ما هي دي مسجات المرضى استفسارات العيانين والعيانات. اخليها ليه على تليفوني؟ انت كل يوم بتثبت لي ان احنا اتصرعنا في الجوازه دي يا عمر. يوه وانا كل ما اتكلم معاك هتقولي البق الخيبان ده. في ايه بقى؟ عشان دي الحقيقه يا عمر. انا حاولت على قد ما اقدر ان انا احس ان انا مراتك وعملت كل اللي اقدر عليه وانت ولا انت هنا. دايما بتهرب مني باي حجه. دي اول مره في حياتي ارقص. كلامي بجد النبي ده انت راسك خطير. ده عجبني جدا عمر. انت مستفز قوي يا عمر. مستفز جدا. مستفز جدا ليه؟ يوه استني بس استني انا بهزر معاكي. بهزر يعني عشان بدل ما انت معقده ومكلكعه كده بفكك. بدل ما انا مكلكعه ومعقده كده فك انت بقى يا عمر. لا 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 حس بيا انت بقى يا عمر. صلي على النبي يا ماما. انا خلاص تعبت يا عمر. راح يا ماما مش كده. اوعى كده عايز انام يا عمر. اوعى كده. طيب طيب جهزت كل حاجه؟ العينات تمام وسبت بيحضروها جوه. طيب مفيش اي حد من اخواتنا البعض دول في المستشفى؟ كلهم مشوا. مفيش حد موجود الا اللي تبعنا. صفو لسه شايفها انا من شويه. خلصت نبطشيتها ومشت. والحق العينات بتاعتنا حطيتها في مكانها. شلنا الاستنكار وظبطنا كل حاجه. اهو كده كده الواحد بقى يشتغل وضميره مستريح. طول عمرك امير وابن حلال يا دكتور. الله
يا خبر. مش قلت لك يا دكتورة؟ بياخدوا عينات الدكتور عمر ويحطوا مكانها عينات الحالة بتاعتهم اللي مفيش منها فايدة. ودي مش أول مرة على فكرة. أنا هختفي أنا بقى، بس واحد يا دكتورة يحس بأي حاجة لأروح أنا في داهية. ده هم اللي هيروحوا في 60 داهية. صفوة غازي انتي ايه؟ طالعة كده لمين؟ مفيش أي دم؟ مفيش تحمل مسؤولية؟ بتبصيني كده ليه؟ تقصدي ايه؟ ما قصدش حاجة يا مامي، بس أنا من حقي إن أنا أغير جو، زهقانة، هطق، هموت. هو أنت في حد عايش عيشتك؟ ده أنت عايشة على مزاجك، الجامعة وخلصتيها بالعافية، ومن ساعتها مقضيها هلس وسهر، إلا ما فكرتي مرة تيجي تقفي مع أبوكي في الحملة. كفاية أنت واقفة معاه؟ تمام. وأنت ما تقفيش معانا ليه إن شاء الله؟ مش لو باباكي نجح الخير هيعم علينا كلنا؟ لا، بس أنا مش هبقى سيدة مصر الأولى. بتتريق عليا؟ لا انا بس عايزه اعرف حضرتك مين المستفيد. انت قللت الادب وما تربيتيش. بدل ما تفضلي تشتمي وتهزقي وتمدي ايدك، روحي شوفي جوزك بيعمل ايه من وراكي. انت بتقولي ايه؟ جوزك سياده الرئيس المنتظر، زي ما باع مبادئه القديمه واحلامه الورديه مع اول دق للكرسي، باع حضرتك يا مدام، وبيجري ورا بنت اصغر مني في السن، وبكره هتشوفي صوره مع الفيسبوك. عفه ربيع، الكلام ده صحيح؟ صحيح وبتاع ايه؟ انت بتصدقي كلام الفارغ ده؟ امال ايه حكايه الصور اللي بتقول عليها دي؟ هي صوره خدوها لي واحده من الجمهور بتاعك، كانت واقفه جنبي. دي تبقى مصيبه لو نزلت على الفيسبوك. انت عارفه ان الفيسبوك ده بيلزق لي اي حاجه كل يوم. انا لازم اكلم شباب الحمله يعملوا سيرش عليه حالا. ميار، انت بتصدقي الكلام ده؟ انا خايفه ان حاجه زي كده تنزل تضيع علينا الدنيا، تبوظ لنا كل اللي احنا عملناه. مش عايز سمعتك تتلط، الموضوع ده يأثر عليك جدا ويأثر عليا، لازم اكلمهم حالا. الو، ايوه يا عادل، اسمعني كويس. ادينا جينا البيت، سيبنا النصابين يسرقوا ويعملوا عمليات في الدرع علشان نعرف نتكلم. تفضل اتكلم يا دكتور، بس اللي انا عايزاك تعرفه كويس اني مش هسكت. لا يا حبيبتي هتسكتي. انت بتقول ايه يا غازي؟ ده انا شايفاهم بعناية بيسرقوا عينات الدكتور عمر وتقول لا اسكت؟ ما هو ده اللي هيحصل يا روحي. انا مش قادره افهمك. مش مهم، المهم انك تعملي اللي انا اقول لك عليه. ده انا كنت فاكرك هتاخدني ونطلع على النقابه ولا النيابه عشان نبلغ، تقوم تقول لي كده؟ طاعه الزوج فرض يا صفوة. فرض؟ انا بقول لك حراميه ويعلم ايه تاني؟ برضه مش هتتكلمي؟ هتكون ايوه، يعني عايزه تبلغي عنهم؟ بلغي عني من الاول. انت يا غازي، انت شريكهم؟ ها قلت ايه؟ هتودي جوزك السجن؟ مش قادرة. تعالي تعالي. ايه ده؟ انت تاني؟ دكتور عمر، يا محاسن استضاف. وانا صلاح. اتنيل اتنيل وشيل الشنطة وخش جوه. طب اسندها شوية بس. خش جوه وشيل الشنطة. انت عارف يا دكتور ان انا عندي نزع انساني. يلا يا ابو نزعة. كل حاجة مكوش عليها. ما تبرطنش. طب مش. هتبطلي حركاتك دي. حركات ايه يا حبيبي؟ هو انت مش دكتور نسا ودي مستشفى وانا واحدة حامل؟ ما هو برضو بيقولوا لا نصيب. ترمي نفسك عفة علشان ده مكان شغلي. مكان شغلك وينفع ان انت تروح شهر عسل وتسيبني حامل كده تعبانة في ابنك؟ شهر عسل؟ مش عارف يا بنت. عشان انت حبيبي ابو ابني انا اعرف عنك كل حاجة. نوري من هنا دلوقتي عفة بدل ما تربق الدنيا على دماغك. غوري غوري. ايوه يا محمد. ماشي يا عمر. ايه ليه؟ اصحى، في ايه؟ مالك مش على بعضك ليه؟ بلاوي بلاوي بتتحدف على واحد. ازيك؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ وحشتي. بلاوي ايه؟ في ايه؟ حد يقول كده هو طالع شهر عسل؟ الخبر نزل على النت.
بنت ايه وخبر ايه؟ عمر انت مش على بعضك خالص. انا بايظ 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 خربان يا معلم. لا اله الا الله. على اذنك انا عندي عمليه. اه صحيح، ما الناس مستنيينك من بدري. مستنيني ليه؟ ما هي صفوه ما تبع الحال. لا ما هي صفوه بقى اجازه. اجازه؟ اجازه ليه؟ يعني تعبانه شويه كده و تعبانة. شكلنا هنحتاج لك قريب. النبي بجد صفوه حامل؟ احنا مش متاكدين يعني، بس هي الاعراض بتقول كده، فيعني هنخليها تريح شويه وتعمل التحاليل، وانت لما تيجي بقى تبقى تستلمها. يا ده احلى خبر. عجبتك؟ بطل. اه طبعا. وعدنا عبالك بص هنكون احنا بتفرق معاك جامد جدا. لا حماتك طب خلك محمره واكل بقى وغيزه كتير. بس لسه ايه في يا ماما؟ العمليه دكتور. اه صحيح. طب يلا ربنا معاك يا دكتور. اتفضل حبيبي. ها طمنيني عملتي ايه؟ عملت ايه في ايه؟ رقص ورقصت وغنى وغنيت لعب ولعبت كلام وقلت هو زي الصنم مش عايز يتحرك يا تينا مش عايز يتحرك. طب اهدي اهدي، اصل حاجات جخمه ما تتخدش قفش كده. ايه هو انا قلت لك حاولت اغتصبه؟ انا اسفه قوي يا تينا. حبيبتي انا عارفه، انا عارفه وحاسه بيكي وحاسه انك متضايقه بسبب ايه. عمر مش بيحبني يا تينا، بس جات لي بتجيله التليفونات الغريبة بتأكد انه اوعي تقولي كده. عمر تابع بنتي والله وربنا هداه. اه تابع لآخر. طيب قوليلي انتي لابسة كده ورايحة على فين؟ رايحة على البازار، في شوية حاجات لازم اخلصها قبل السفر. وعمر عارف؟ طمني، مش انا اللي اخرج من بيتي من غير ما اقول لجوزي. للأسف اتربيت على كده. انت عارفة يا لمارة كل مادة بتزيد محبتك جوه قلبي وبتزيح القلق اللي كان على صدري من ناحيتك. يا ريت تعد أخوكي، يمكن محبتي في قلبه تزيد. عن إذنك. وغمرات إيه وهباب إيه اللي كنت بتنيلها يا عمر؟ بلا خيبة. عملوا فيك إيه ولاد الكلب دول؟ دول شلفتوك على الآخر. خدوني على أخوانا يا بريزة، خدوني على اخوانا ولاد الكلب، خلوني خلوص ابو شرطه. الهبه راحت يا بريزه، الهبه راحت خالص يا اختي. دول الناس ايديها طايله، ده انا فردت بمعجزه. بس الناس دول مش هيسيبوني ولا هيسيبوكي. طب والعمل؟ انا رايي تكت لك قد شهر شهرين، ان شاء الله حتى سنه. اكنت فين يا اخويا؟ هو احنا لينا مطوه تانيه؟ بنتي لو كتيتي هنا هيجيبوكي وساعتها مش هيبقى في معجزه. بديكي زي ما انت شايفه كده خلوصي ما بقاش خلوصي، قدامه فتره عشان يرجع تاني. دول قتلوا عم ايوب، خانقوه بحبله انا شفته بعيني. الحكومه قلبت الدنيا على الموضوع ده وعايزين يجيبوا كل اي حد ليه علاقه بالموضوع. يا ما هي يا ربي متقفله من كل حته كده ليه؟ انت لازم تسافري لك سفريه بعيده يا بريزه. وده جيبها منين؟ تلاقيش بطاقتك اللي معايا اديتها لواحد حبيبي يطلع لي الجواز وبعد كده احلها الف حلال. لمار وحشتيني قوي. ازيك يا سلمى؟ ازيك وحشتيني قوي. لا اقول لك بقى انت اللي اوحش، عشان لو كنت جدعه كنت عديتي عليا وشفتيني وسالتي. يا بنتي انا قلت اسيبك غرقانه في العسل شويه. ازيك يا فاضل؟ ايه هو انت مش عايز تسلم عليا ولا ايه؟ لا طبعا. ازي حضرتك يا استاذه؟ وحشتني. وانت كمان وحشتيني قوي، قصدي كلنا وحشتينا كلنا يعني. بقول لك ايه، ما تيجي تحكي لي بقى عملتي ايه؟ استني شويه بس فاضل. انت عارفه انا نفسي في ايه؟ نفسي في كوبايه تمر هندي من اللي كنت بتجيبه لي زمان. من عينيا الاثنين. الحقني بيه حالا اهو. بقول لك ايه، اخبار إيه؟ الشغل ايه؟ اهو زي ما انت شايفه، زي حال كل المحلات اللي حوالينا بنش. بس الدنيا بدات تتحرك يعني. هي بتتحرك شويه بس الناس للاسف واقفه مكانها مش عايزه تتحرك خالص، وما بيصدقوا يرغوا في اي كلام فارغ وخلاص. وحشتني زحمه الشارع ده والله. تعالي انت كمان وحشتيني قوي. وحشتنا حاجات كتير يا سلمى، خدنا عليها وخدت عليها. عارفه لما ما تبقيش واخده على نفسك ومستغربه روحك، اهو ده بقى حالنا وحال البلد كلها. لمار انت مش مبسوطه مع عمر؟ مش مرتاحه يا سلمى. اتفضلي يا استاذه. طبعا نسيتني انا خالص. ما نسيت نفسي انا كمان، انا لسه سلمى. طب يلا ادخل على جوه يمكن حد يعبرني. حاضر.
عارفه يا سلمى، احساسه بيا بيطمني، بحس كده انه من دمي. يا حبيبتي انا ما قلتش حاجه، بس ساعه الطبطبه دي بتتفسر غلط خالص. ايه يا سلمى، الوضع دلوقتي مختلف، انا ست متجوزه ولا نسيتي؟ برضه ما قلتليش ايه اللي مخليكي مش مرتاحه كده. عمر يا سلمى، عمر بقى لغز مش عارفه احله خالص. انا بقيت شبه الوانك يا امي، مخنوقه جوه لوحه محبوسه في اوضه مرميه فوق سطوح البيت. دي حلمك اللي عشتي ترسميه والموت سبقك قبل ما تشوفيه. ادي البنوته كبرت ولبست البلطو الابيض وبقت دكتوره. لسه قلبها عبيط وبيصدق الكذابين. بص يا اختي، عايزك تتكني لك هنا يومين كده لحد ما اطبق لك موضوع السفريه دي. انت ما لقيتش غير الافواه تحشرني وتصيحني يخلصي. على الاقل يا هبله محدش فيهم يفتن عليكي، ولا الحكومه ولا رجاله نيازي. انا قلبي مقبوط والنبي ما تسيبني. يا بنت هسيبك فين؟ وبعدين احمد ربنا ان احنا حيين، ده احنا كان فرد الكعب وننام جنبهم تحت. خلص المصلحه وارجع لك على طول. طب هو انا مش عندي ليك فلوس؟ اديهم لي يا اخويا وانا اخلص نفسي. تخلص نفسك من ايه يا هبله؟ وانت هتسيب فكرك هيسيبوكي؟ ده انا اول ما يشموا ريحتك هخليكوا تحصلي عم ايوب على طول، ده غير الحكومه كمان. تشوف يا اخويا. ايوه عايزك تعالي كده واسمعي كلام خلوص يا حبيبك. خلص المصلحه وارد على طول وهجيب لك لقمه معايا. يلا سلام. كلاتها ببال منفذة على بعضيها، واحنا يا دوب رايحين جايين جايين رايحين. ما تاكلي حتة اللحمة الحلوة دهي. الله يرحمك يا عم أيوب. ومن ساعتها حسيت إن الكلام خلاص وقف في بقي، مش قادرة أتكلم ولا فضفض مع حد. أنت لاهية نفسك في إخواتك كالعادة. ما انا لو ما عملتش كده هطق يا مونيكا. تينا انت ليه حابسه نفسك في حكايه خلصت يا حبيبتي؟ ما تحاولي تبتدي حاجه تانية غيرها جديده. انت لسه شابه وجميله وناجحه، والف مين يتمنوك يا ماما. سهل يا حبيبتي تتجوزي اللي يتمناكي، لكن صعب تلاقي اللي انت تتمنيه وتحبيه بجد. انا جربت الحب مره ولما جيت اطلق تعبت قوي، بس من رغم من كل التعب ده كنت شايله جوايا حاجه حلوه. طبعا لحد ما شفتي دكتور غازي. الحقيقة إحساسه كان باين في عيني قوي، وكلامه ليا واهتمامه كان في حاجة غريبة لدرجة خليتني أحس أو أنسى يعني فرق السن اللي بيني وبينه. الحب ملوش أي علاقة باللي أنت بتقوليه ده، الحب ده قضى، لما بيطب بيتكتب. عندك حق، يظهر إن مكتوب عليا إن أقعد أدور طول عمري على أنا مش لاقيها، وأول ما الاقيه يكتب لحد غيري. نصيب. Thank you.
الجميل حابس نفسه ليه؟ أنا ولا أنت؟ أنت اللي حبستني في البيت، مش قفلت الباب بالمفتاح وأخدت الموبايل وبوظت لي تليفون البيت، حتى النت فصلته. أنا مش عارفة أنت بتعمل معايا كده ليه؟ أحميك يا روحي من نفسك. ما دام اللعب بقى المكشوف، ممكن تجيب من الآخر وتقولي أنت عايز مني إيه بالظبط؟ والله كلك نظر. مش فاهم. يعني شوفي حريتك تمنها كام وقوليلي. يا خسيس يا بيئة يا واطي، بان على حقيقتك. لا 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 لا، كل كلمة زيادة العداد بيعد. ده حيوان. تتجننتي؟ كمان بتضربني؟ وكسر لك عظمك وخليك ما تسويش نكله في سوق النسوان. سامعاني ولا لا؟ تعالي هنا. قومي قومي وادي بقى عينه عشان بعد كده ما تمديش ايدك على غازي. بصي لي هنا. ماني سايبها وماني هسيبه يتهنى بيها. العيون بقت مفتحه علينا والحكومه قلبت الدنيا بعد عمله البيت. ولو والله ما هتركهم لحد اخر طلقه في سلاحي. اخر طلقه ده جربت والفلوس شحت. الرجالة دي لو زهقت يا متعب قول علينا السلام. يعني ايش يا دهشود؟ ايش يا شباب؟ ايش؟ احنا طول عمرنا على الخير والشر. ايش اللي صار يا دفاس؟ ايش اللي جد يا سليم؟ اللي جد ان مفيش شغل يا ريس متعب. خلاص ننزل نلم لنا قرشين ونرجع. كيف؟ حركة الاول كانت سهلة والحكومة عميانة، انما الحين قطرنا. كل ده ليه؟ عشان خاطر عيون السنيوره بنت عمك. اخرس والله فرغ سلاح في نفوخك. بدل ما نكتل في بعضينا لازم نلاقي حل. ايش اسوي لكم؟ شغل ما تبون تشتغلون، صبر ما تبون تصبرون، خلاص اتركوني لحالي. انا بقى عندي الحل وفلوسه ياما. ايه في ايه؟ يا فندم جالنا دعوة مهمة جدا من نقابة السكرتيرية. أنا مش قلت محدش يخش عليا خالص. يا فندم بس دي دعوة مهمة جدا. كلمة ورد غطاء، أنا قلت محدش يخش عليا، اتفضلي من قدامي. أوكي أوكي يا فندم. هتكون راحت فين يعني؟ قفلتي التليفون ليه؟ أنت جاي تعمل معايا تحقيق ولا جاي عشان تتكلم؟ لا أكيد جاي عشان أتكلم. خلاص كده. ايه الطريقه اللي انت بتتعاملي معايا بيها دي؟ يا ابني ارحمني بقى، وانت كان نفسك تطلع مخبر وتلخص تقول بقين. مخبر وبقين؟ بذمتك دي طريقه تخليني اعرف اقول كلمتين حتى على بعض؟ خلاص ما تزعلش، بهزر بهزر. سما آه. انت في حد في حياتك؟ طبعا في حد في حياتي. السؤال ده مين بقى وامتى وازاي؟ مش بقول لك مخبر. بص يا سيدي، انا في حياتي اخويا عمر واختي تينا وعمو حافظ وكم واحده كده ملهمش لازمه على كم واحد برضه ملهمش لازمه. والله لا مش ده سؤالي خالص. امال ايه؟ باختصار كده انت مرتبطه بحد؟ وانت مالك؟ لما بعايزه اتقدم لك واخطبك يبقى مالي. ها يبقى مالي؟ هي نوها تعرف الكلام اللي انت جاي تقوله لي ده؟ ونوها ايه علاقتها بالكلام اللي احنا بنقوله ده؟ لما تبقى بتحبك يبقى اكيد ليها علاقه. ايه بتحبني؟ النبي انت مدريان بحاجه اصلا. اوعى بقى سيبتي منك. استني. طيب انا بقى رايحه فين؟ مراجع دماغ. استني استني هنا. لا ما خلصناش كلامنا. طب استني بس استني استني. بقول لك اوعى ايدي. احنا لسه ما اتكلمناش. احسن برضو مراجع دماغ اصبع عيل مقرف. تينا دي صاحبتك اللي جايه تذاكري معاها؟ انت عرفتي ان انا هنا ازاي؟ وكل ده اللي يهمك؟ فاكره نايم على وداني؟ فندم بس انا كنت عايز اقول انت تخرس خالص. انت لو كنت شاب محترم ما كنتش تضحك على بنتي في السن ده وتخليها تقابلك من ورانا. يا تينا مش كده. طيب عشان خاطري. خاطرك؟ خاطرك ايه؟ خش ركب العربيه. خش العربيه. هو والله العظيم حضرتك فاهمه. والله العظيم حضرتك ما ينفع معاك غير كده. Thank you.
صدمه مش كده؟ انت؟ انا مش حد غريب ما تقلقش. انت عاوز ايه؟ اتفضل انزل. والله يا عيب، والله العظيم الكلام اللي بتقوله ده عيب يا راجل. يا راجل ده احنا حبايب، يعني ستر وغطى على بعضينا. انا سابق وديتك الفلوس دي، لكن لو انت عايز تعملها ابتزاز مستمر انا هيكون لي تصرف تاني. لا، انا طلبت منك مبلغ، بعت لي نصه بس وانا فوتها عشان خاطرك، انما تاخد البيت واطلع انا كده بلوشي، لا. شكلي قدام نفسي بوحش وداري ساعتك، ما تفضلش بكده ولا ايه؟ بيت ايه وبتاعي؟ انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه اساسا. البيت، الموزه اللي زي لحظه القشطه، البيت اللي في سن بنتك تقريبا، صح ولا ها؟ اسمع، انا ما وريتكش لغايه دلوقتي غير الوش الحلو. وانت ما عندكش غير الوش الحلو، وان شاء الله مش هنشوف غيره، وده عشان خاطر البيت اللي زي القمر، وان في حته صغيره قد كده عشان المدام. انت عاوز ايه؟ حق عرب خلو ورجلي في الحكايه دي. قلت ايه؟ يا لهوي مين؟ خفيش يا بيت، في ايه بس؟ سلام على اهل السلام. اتاخرت ليه يا خلوص؟ عم سرعه بريزه يا اختي، ما انت شايفه برجل واحده خلاص، ولاد الكلب خلوني زي العجزه. الله يخرب بيت ابوهم. خدي جايب لك لقمه بيت. انا مش عايز، انا مش عايز اكل، انا عايز امشي من هنا. هيحصل سون سون يا اختي، انا ظبطت لك الموضوع مع الراجل وباذن الله هتهج قريب. ههج اروح فين؟ بلاد الله واسعه يا اختي، اضربي لك بس انت شقتين الفول دول ومالكيش دعوه بالباقي. هو انا كل ما اسالك سؤال تغزلني وتوهني يخلص لي لحد ما نجيب الجون بعون الله. نفسي اعرف بتفكر في ايه يا خلوصي. هقول لك، بس انا عايزك تضربي شقتين الفول دول وترزعيني شويه عرقسوس كده لحسن ريقي ناشف، وتصلي على اللي يشفع فيكي. اللهم صل عليك يا نبي. انا في دماغي كده شويه ترتيبات، لو حصلت كل حاجه هتتظبط باذن الله. خلوصي انجز يا اخويا وهاتنا الاخر. انجز يا اختي. ليسن تو مي. عارف يا دكتور؟ ايوه. الجزيره اللي انت رايحها دي فيها مساج عالمي وشويه زيوت بقى، انما ايه؟ اديني اديني احكي لي. تفكك من النيله السوداء اللي انت فيها دي. انا اخترتها لك على الفرازه. انت عارف اكتر حاجه قلقاني انك انت اللي مختارها. بتجاملني بتجاملني. تينا يا حبيبتي كفايه عياط، انا ما استحملش. اعمل ايه يا حبيبتي؟ مش بايدي يا لمار، اول مره عمر يسافر ويسيب. طب ما كنت جيتي معانا وخلاص. معقوله هاجي معاكم برضه في شهر العسل؟ انت بتقولي ايه؟ انت عارفه ده مش اخويا، ده ابني. حاضر حبيبتي حاضر. وانت كمان خلي بالك منها. ها طيب، مش يلا بينا بقى ولا ايه؟ هتوحشوني هتوحشوني قوي. يلا يا حبيبي يلا بينا. لما الفين سما، يعني انتوا فاكرين ان انا هيهون عليا تسافروا من غير ما اسلم عليكم؟ وبعدين يعني ما تصحوني؟ ايه الندله دي؟ مش ممكن، انا اصلا ما كنتش نايمه، انا بستحمل. شمسوبه هتوحشني. وانت يا حبيبي هتوحشني يا عروسه. يا حبيبه قلبي بقول لك ايه، في بقى شويه اعشاب هناك، انما ايه، دمار شامل. انا بس عايز اسال سؤال سؤال سؤال. انت مين اللي مسلطك عليا؟ يا راجل يا راجل يا راجل، الحق عليا اللي بظبطك بدل كسره نفسك دي. انت بتدمرني. عمر، لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا بقى عشان ما تاخرش. يلا لا اله الا الله محمد رسول الله. حبيبي ما تنساش العشاء. وانا رايح البيت العشاء. Thank you.
اسمليتين اسمليتين يا اختي يا اختي اسمليتين اسمليتين يا اختي يا اختي عبدالي يا اخواتي اسف يا اخويا اسف انا شفتك فين قبل كده اخصى عليك لحقت تنساني ده انا ازعل منك واخد على خاطر لا لا مش نسيك انا فاكرك قوي ايوه انا فاكرك قوي قوي تعالي تعالي عندك لا يعني انت ما تجيش انا عايزه هي ايه هلا ده انا بشبه عليك انا شفتك فين قبل كده انا انت قصدك اللي كان بيطبل ايوه لا مش انا صح التاني كان بيطبل صح عندك حق انت بتمطول صح بقولك يا اخويا نعم كنا عايزينك كده نفك معاك في الكلمتين جوه لا ما انا هفك معاها هي خليك انت الله عايزك تركز معايا كده عشان ايه المطوه دي بتشتغل لوحدها لا يا شيخ هندخل نتكلم كلمتين ونتكل على الله على طول يلا بينا كلمه سر كلمه سر اصل ده كلام سر ما ينفعش انت تسمعه عشان انا وياه نتكلم كلام سر انا ليه حاسك ببوسنا كده يا اخويا بقول لك ايه احنا نسيبها هنا وندخل وانت نقول كلمتين سر بس منظرك هيبقى بايخ لو جيت معانا انت حر انا يلا بينا هنرقص يلا هنرقص يا اختي يا اختي يا جمال امك ما خلاص بقى يا عم غني من قلبك انت صوتك لحسن نايم هو مين اللي نايم اللي جوه لحسن يصحى هو مين اللي يصحى مغوري يا اختي اسمع لي طب يلا بينا يا اخويا صوتك خليك انت معاه عشان لما يصحى تدينا خبر هو مين اللي يصحى اوه ده انت غبي تعال خش برجلك اليمين يا حبيبتي مش بقول لك الباب ما يسعناش احنا الثلاثه خلاص انها مستهلة اعمى واللي على ستر واخدها عبيط عبيط اصفى تكبير الدماغ والنعمة نعمة وافتكر يوم جاي يوم عرض الشريط القديم يا فتح يا عليم تقل الحساب القديم صفينا كلنا وسمحنا وهنرجع صاب سليم اللي قالك انها مستهلة اعمى واللي على صدر واخدها عبيط عبيط اصفى تكبير الدماغ
يحبك حب وسامحه، حب وسامحه فوتله، خلص أول بأول صرحه حتى اللي بلاد تتفتله. اللي يحبك حب وسامحه، حب وسامحه فوتله، خلص أول بأول صرحه حتى اللي بلاد تتفتله. واللي سامح كريم، الحساب القديم يا فتح يا عليم، اقل الحساب القديم، صفينا كلنا وسمحنا وهنرجع صوت سليم.